تشكيلة الفريقين للمرة السابعة على التوالي ننتظر صافرة بداية البطولة. نعم من حكم المباراة خميس محمد المري ذكرنا تشكيلة الفريقين بمعنويات كبيرة بمعنويات خاصة شخصية لدى نادي أم صلال. إذا ما أراد رد الاعتبار في مباراة قد انتهت في بطولة دوري كيو أم بي لصالح نادي العربي عندما انتهت بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف. مباراة لم يكن فيها أم صلال في ليلة رائعة، لم يكن في يوم نادي أم صلال، لذلك نادي العربي استغل تراجع مستوى نادي أم صلال ليسجل خماسية رد اعتبار للتعثر الكبير كان أمام نادي السد، بينما كرة تلعب من البداية لبطولة كأس كيو اس ال. ولا فريق لا أم صلال ولا العربي استطاعوا الحصول على بطولة كأس كيو اس ال من قبل في المرة السابعة. هذه هي المرة السابعة على التوالي لبطولة كأس كيو اس ال، بينما خطأ من البداية لصالح اللاعب مايلسون فرانشيسكو فارياس يحصل على خطا. اللاعب العرباوي يحصل على خطا في الكرة السابقة، خطا من البداية لصالح نادي العربي. مواجهات سنشاهدها الليلة في المجموعة الأولى في الجولة الأولى تحيل والإخرطيات أم صلال والعربي هنا في استاد إسحان بن حمد في نادي قطر والغرافة وقطر. بعد هذا اللقاء ان شاء الله هنا في إسحان بن حمد الغرافه صاحب اللقب للنسخه السادسه من بطوله كاس كيو اس ال، لذلك يطمح ويامل ان يواصل حفاظه على بطوله كاس كيو اس ال وعلى اللقب. بينما نادي العربي بمعنويات جميله بعد العوده من تعثر كان غير لائق لاسم نادي العربي، لذلك شهدنا استفاقه ليعود نادي العربي للمربع الذهبي في المركز الرابع، لذلك يمني النفس ان يواصل ابداعاته هنا في بطولة كأس كيو اس ال، لذلك هذا ما يطمح عليه نادي العربي. بينما خطأ محمد صلاح النيل على التنفيذ، محمد صلاح النيل على تنفيذ الخطأ، كرة تلعب من البداية خطيرة ولكن تصل الى حارس المرمى. باسل زيدان من البداية، محاولة أولى لصالح نادي العربي من كرة ثابتة ولكن كرة بتضيع. شوف هنا الإعادة، طالت الكرة على اللاعب يوسف رمضان في الكرة السابقة ولكن بتعود لحارس المرمى باسل زيدان. كرة بتعود من جديد نادي أم صلال، للأمانة حاول في مباراة أمام نادي العربي ولكن الخسارة كانت ثقيلة. نادي أم صلال في المركز السابع في بطولة الدوري إلى الآن بعد الجولة الرابعة، 9 نقاط لصالح نادي العربي خلف نادي السد المتصدر وتحيل والسيلية في المركز الثالث. هذا هو المربع الذهبي، فالصدارة نادي السد، في الوصافة نادي تحيل، المركز الثالث هو نادي السيلية الذي للأمانة شاهدنا نادي السيلية في آخر موسم أو موسمين يقدمون مستوى عالي جدا. نعم نادي السيلية كان لفترة وهو يقدم مواسم وكرة قدم جميلة ولكن في آخر موسم موسمين للأمانة منذ استقطاب المدرب الطرابلسي شاهدنا مستوى نادي السيلية في تصاعد كبير جدا وفي اهتمام من الإدارة، لذلك نشاهد نادي السيلية يقدم مستوى رائع جدا في الآونة الأخيرة ولكن كرة بالطول على يوسف رمضان في الكرة السابقة. شوف ترويض لم يكن بالشكل المطلوب لتذهب الكرة إلى رمية التماس لتعود الكرة إلى نادي أم صلال مرة أخرى. يانيك ساكبو لاعب نادي أم صلال الهداف لفريق أم صلال في الكرة السابقة، بينما هذا هو اللاعب أوزجانو كريستيان. ساكبو يغيب عن تشكيلة المباراة بينما دييغو جاردل هو الآخر يغيب عن تشكيلة نادي العربي، وفي المقابل نادي أم صلال لم يتم استدعاء ولا لاعب للمنتخب الوطني، بينما هناك لاعبين، بينما اللاعب أحمد فتحي المستدعى لتشكيلة المنتخب التي لعبت بالامس امام منتخب الصين التي انتهت بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب المعز علي. لمانا كانت مباراه جميله حتى وان كانت مباراه تحضيريه ولكن كانت هناك سمات على شخصيه المنتخب في لقاء الامس بغض النظر عن ضياع الفرص الكثيره، ولكن نشاهد مستقبل منتظر باذن الله، هذا ما ننتظره في قادم الايام وقادم البطولات. بينما الكره بتعود من جديد ولكن التغطيه بتاتي من جواد احناش، هذا هو اللاعب المخضرم الذي للامانه وضع اسما وحفر اسما كبيرا في صفوف نادي ام صلال. كره بتعود من جديد محمد صلاح، محمد صلاح بيلعب كره الى الخلف،
الكرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي العربي. خسارة أمام نادي السد كانت ثقيلة جدا ومؤلمة لجماهير نادي العربي للأمانة، ولكن في بعض الأمور السيئة التي ممكن أن تحصل لأي شيء ولأي أحد ولأي فريق في حتى في رياضة كرة القدم، ولكن ممكن هي أن تكون سبب نقطة القوة والعودة من جديد، وهذا ما نشاهده في نادي العربي بعد تصريح للأمانة كان من الشيخ خليفة بن جبر الثاني أنه غير راضي وأنه يتحمل المسؤولية عندما يكون رأس المجموعة والرئيس والشيخ خليفة بن جبر يصرح مثل هذا التصريح. يجب أن يتحمل المسؤولية الجميع، لذلك نشاهد عودة، نشاهد أيضا تأنيب ضمير، نشاهد مسؤولية على عاتق اللاعبين والجماهير والمسؤولين في نادي العربي، لذلك نشاهد أيضا عودة مرة أخرى، نشاهد بغض النظر عن النتائج الإيجابية التي ممكن أن نشاهدها في نادي العربي في آخر ثلاث لقاءات أو لقاءين لنادي العربي، ولكن حتى القتال في المستطيل الأخضر وداخل أرضية الملعب نشاهده، حتى وإن كانت الأمور بسيطة ولكن المحب العرباوي سيشاهد ذلك، سيلتمس العذر في كل مرة، سيغضب في كل مرة، بيزعل في كل مرة، بيبكي في كل مرة، بيحط في خاطره في كل مرة، ولكن في كل مرة تأكد أن سيلتمس العذر لنادي العربي، وكأنه طفلا رضيع وكأنه ينتظر الشيء الذي يعشقه. لذلك جمهور نادي العربي الله يكون في عون، الله يكون في عون جمهور نادي العربي. لذلك نشاهد نادي العربي وجمهور نادي العربي زعلان، العدد الجمهوري الذي كان متواجد في الآونة الأخيرة لمؤازرة نادي العربي ليس كما هو الآن، هذا يدل على غضب، هذا يدل على عدم رضا، ولكن قادر بإذن الله النادي العربي ليعود لمحبيه ورفاقه. بينما أم الصلال في الجهة الأخرى يطمح هو الآخر بمعنويات رد الاعتبار لنتيجة لم تكن بالحسبان، لم تكن في الحسبان النتيجة التي انتهت من خلالها مباراة العربي وأم الصلال في الجولة الرابعة من بطولة دوري كيو أم بي. بينما مرة أخرى اللاعب مايلسون فرانشيسكو يحصل على خطأ آخر، خطأ آخر لصالح نادي العربي. بالمناسبة نفس التوقيت تجرى مباراة نادي تحيل والخرطيات في استاد عبد الله بن خليفة في نادي تحيل. أفريقيا أيضا أصبحت تبحث عن جميع البطولات بما فيها بطولة كأس كيو اس ال. يوسف رمضان على التنفيذ، كرة ثابتة، كرة تلعب الأمام، محاولة كرة ثابتة ثانية لصالح نادي العربي يحاول من خلالها، ولكن كرة بتعود فيها خطأ. نعم خميس المري يطلق الصافرة لوجود خطأ لصالح نادي العربي في الكرة السابقة. إلى الآن نادي العربي بادي بداية جميلة على أثر وعلى ذكرى النتيجة السابقة بمعنويات كبيرة مع المدرب لوكا بوناتيتش. مدرب المباراة لوكا بوناتيتش، كان هناك اعتراض جماهيري كبير على هذا المدرب، ولكن للأمانة بغض النظر عن التعثر الكبير الذي لا يليق بالقلعة الحمراء أمام نادي السد، إلى الآن نشاهد بصمات، نشاهد لمسات المدرب لوكا بوناتيتش في تشكيلة نادي العربي الذي يقدم إلى الآن موسم جميل بغض النظر باستثناء المباراة هذه. يا شيخ عدوها، نعم صعبة، صعبة 10 أهداف صعبة على نادي العربي، ولكن بالمجمل العام إلى الآن نادي العربي هو في المربع الذهبي. إذا واصل بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا المستوى ممكن أن ينهي موسمه على شيء جميل. بينما كرة بتضيع على نادي أم الصلال لتعود من جديد لصالح نادي العربي. أم الصلال هو الآخر يبحث عن بطولة كأس كيو اس ال. لا العربي ولا أم الصلال استطاعوا الحصول على بطولة كأس كيو اس ال في الست نسخ السابقة، بينما النسخة السابعة الآن البحث جاري من كل الفرق ومن جميع الفرق داخل أرضية الملعب في أي مباراة. كرة بتعود من جديد مرة أخرى لصالح نادي أم الصلال، مجموعة أولى تضم نادي تحيل والخرطيات وأم الصلال والعربي والغرافة وقطر، بينما المجموعة الثانية التي تضم نادي السد والشحانية والريان والأهلي والسيلية والخور. بينما
هناك تغيير بسيط في نظام بطولة كأس كيو اس ال هذا الموسم وهذه النسخة السابعة. هناك تغيير بسيط على أن كانوا في الست نسخة السابقة يتأهل أول فريقين من كل مجموعة ليذهبون إلى دور نصف النهائي، ولكن الآن القانون هو تأهل أربعة أفرقة من كل مجموعة للذهاب إلى دور ربع النهائي، بعدها نصف النهائي، وبعدها إلى النهائي لبطولة كأس كيو اس ال. هذه المرة غير، والغرافة حامل اللقب سيبحث عن الحفاظ على اللقب، بينما معنويات كبيرة لجميع الفرق للبحث عن بطولة كأس كيو اس ال. نشاهد بداية قوية لنادي السد في الموسم. نادي تحيل هو الآخر، هناك أندية تحاول أن تصارع لبطولة الدوري، هناك أندية تعلم جيدا أن بطولة الدوري صعب المنال، صعب الوصول إليها في ظل تطور وهيمنة نادي السد وتحيل في الآونة الأخيرة، لذلك يبحث عن طرق أخرى للتتويج. ممكن في أندية تقول لك والله بطولة الدوري صعب، ليش ما دور لي بطولة كأس كيو اس ال؟ وبطولة كأس كيو اس ال للأمانة في الآونة الأخيرة أخذت أهمية كبيرة جدا في الآونة الأخيرة، وشاهدنا أيضا بتتويج نادي الغرافة في الموسم السابق. كرة بتعود من جديد ليوسف رمضان مرة أخرى. ياسين يعقوب بيلعب كرة، فهد خلفان، فهد خلفان يلعب كرة عالية إلى الجهة الأخرى، مايلسون فرانشيسكو الذي يبحث عن أولى أو أول أهداف اللقاء في بطولة كأس كيو اس ال. كرة بتعود إلى الخلف مرة أخرى، مايلسون فرانشيسكو لم يحظى بفرصة التسجيل على نادي أم صلال، لذلك تعود الفرصة مرة أخرى. كما نعلم أن نتيجة مباراة أم صلال والعربي في المباراة السابقة كانت الخمسة أهداف من نصيب اللاعب محمد صلاح النيل، وميداني فرانكو أريزال واللاعب محمد صلاح النيل في الهدف الرابع، وماتوس في الهدف الخامس لصالح نادي العربي، بينما خطأ وسقوط على أرضية الملعب، خطأ آخر على جواد حناش في الكرة السابقة، هذه المرة الخطأ ليوسف رمضان في الكرة السابقة. نعم خطأ وقرار سليم من حكم المباراة خميس المري الذي يطلق صافرة لوجود خطأ لصالح اللاعب يوسف رمضان. الأولى مرت والثانية مرت والثالثة ممكن أن تكون ثابتة يا لوكا بوناتيج، بانتظار كرة ثابتة واحدة من تلك، واحدة من الكرات الثابتة تضبط مع نادي العربي يوسف رمضان. على التنفيذ باسل زيدان بانتظار الخطأ الذي سينفذ لصالح نادي العربي الذي ممكن أن يسجل أول أهدافه عن طريق كرة ثابتة، كرة بتلعب ولكن سهلة بتصل. هي الفكرة جميلة من يوسف رمضان، تسديدة أرضية كانت ممكن أن تغالط حارس المرمى، ولكن باسل زيدان بتايمينج وتوقيت رائع جدا للوصول إلى الكرة لترويضها بطريقة رائعة، وكأنها كرة سهلة كانت على حارس المرمى، ولكن في مثل هذه الكرات ممكن أن تغالط حراس مرمى، في مثل هذه الكرات ومثل هذا التنفيذ ممكن أن يغالط العديد من حراس المرمى، ولكن في الكرة السابقة باسل زيدان كان هو الأفضل. محمد كسول على صاحب الكرة بيحاول بيلعب كرة، ولكن كرة بالطول على نادي أم صلال لتعود من جديد، مايلسون بيحاول، مايلسون راية وتسلل على مايلسون في الكرة السابقة، راية وتسلل. الحكم المساعد الثاني ناصر الدوس بيشير على وجود راية وتسلل على اللاعب فرانكو أريزالا في اللقطة الماضية، هناك شك على وجود راية وتسلل في اللقطة الأولى، ولكن في الإعادة إفادة مرة ومرتين وثلاث، ولكن حكم المباراة وقرار الحكم المساعد الثاني على وجود راية وتسلل في اللقطة السابقة. شوفوا هنا الكرة السابقة والإعادة، فرانكو
أرزالة يحصل على خطأ. كثرة الأخطاء التي تسبب بها نادي أم صلال. وفرانكو يحصل على خطأ. لاعب سجل هدف في اللقاء السابق الذي جمع بين نادي العربي وأم صلال. المباراة التي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف. لوكا بوناتيج يعلم جيدا أن نتيجة مباراة نادي السد لن تمر بسلام لجمهور نادي العربي على هذا المدرب. هذا المدرب يعلم جيدا أن نتيجة المباراة التي انتهت بنتيجة ثقيلة جدا على نادي العربي التي لا تليق بتاريخ نادي العربي يبيل كثير عشان يعوض اللي راح. اللي راح خطأ بسيط في 90 دقيقة فقط، ولكن التعويض سيكون كثير ودفع الثمن سيكون كثير جدا يا لوكا بوناتيتش. لذلك هذا ما يبحث من خلاله لاعبين نادي العربي والمدرب لوكا بوناتيتش. كرة تلعب الأمام خطيرة ولكن بتضيع، بتضيع الكرة على نادي العربي. محمد صلاح، محمد صلاح النيل بيحاول في الكرة السابقة، كرة كانت رائعة وأبرز كرة في المباراة، ولكن ضاعت الكرة على محمد صلاح النيل في الكرة السابقة. تشابه الأسماء ممكن أن تجعل المسؤولية والضغوطات على هذا اللاعب، ولكن في المقابل ممكن هو حافز على وجود اسم ممثل يمثل العرب في الدوري الإنجليزي في البريمير ليج. اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لذلك ممكن هي مسؤولية وحافز في نفس الوقت لهذا اللاعب. كرة بتعود مرة أخرى بالخطأ، بتعود من جديد لصالح نادي العربي، ولكن سرعان ما تعود الكرة مرة أخرى لنادي أم صلال. إلى الآن نادي أم صلال لم يقدم الشيء الكبير في أول 18 أو 17 دقيقة. إلى الآن لم يقدم الشيء الكبير نادي أم صلال، ولكن سننتظر ما ممكن أن يحصل في الدقائق القادمة. بداية كانت جميلة من نادي العربي للأمانة، ضغط على حامل الكرة حتى شوف في الكرة السابقة مايلسون فرانشيسكو، ولكن لا تزال النتيجة سلبية بين الفريقين. التعادل السلبي في أول ثلث ساعة. كرة بتعود من جديد لصالح نادي العربي مرة أخرى، بالخطأ بتعود مرة أخرى لصالح نادي أم صلال. إسماعيل محمود بيلعب كرة، لا زالت لصالح نادي أم صلال، البحث في الجهة اليمنى الأمام كتات العرضية، عرضية لصالح نادي أم صلال خطيرة، تسديدة ولكن أعلى الخشبات الثلاث اللي تعود الكرة إلى ضربة مرمى. كرة بتعود إلى ضربة مرمى، تسديدة سابقة. شوف هنا الإعادة مرة أخرى، إسماعيل محمود والتمريرات القصيرة من قبل نادي أم صلال والعرضية الرائعة كانت، ولكن تسديدة اللاعب أوزغانو أو أوساغونا كريستيان. الواضح على الصورة ضاعت الكرة من محمد صلاح ومرة ضاعت من أم صلال. حكم المباراة يقول ما فيها شيء، كرة بتعود لصالح نادي أم صلال، خطيرة 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 خطيرة، ولكن يا سلام يا سلام على التغطية الدفاعية من قبل فهد خلفان اللاعب الذي دائما ما شارك في المقدمة، ولكن أتى الوقت لأن يقدم الإضافة الدفاعية في مركز الظهير الأيسر من قبل اللاعب فهد خلفان. كرة بتعود بشكل سريع لصالح نادي العربي. يوسف رمضان بيمر، يوسف رمضان بيلعب كرة، ولكن أوه كرة ضاعت على نادي العربي. بتعود مرة أخرى للقلعة الحمراء. البحث جاري عن أول أهداف البطولة، أول أهداف البطولة إلى الآن لم يأتي من قبل نادي العربي أو حتى نادي أم صلال. كرة بتعود مرة أخرى إلى رمية التماس لصالح نادي أم صلال. كرة بتعود أوساغونا كريستيان، ولكن التغطية بتأتي، التغطية بتأتي من اللاعب أحمد النحوي، بيبعد الكرة السابقة لتعود الكرة إلى رمية التماس مرة أخرى. المدرب لورينت بانيد مدرب نادي أم صلال يعلم جيدا أن الخسارة الماضية لا تزال عالقة في أذهان لاعبين نادي أم صلال،
وقد حان الوقت لرد الاعتبار بشكل سريع وبفترة قصيرة جدا. هذه هي فرصة من فرص رد الاعتبار في عالم كرة القدم وفي الرياضة بمجمل عام. كرة بتعود يا السلام على هاتو خذ بطريقة رائعة، ممكن تأتي العرضية خطيرة ولكن طويلة طويلة الكرة العرضية في الكرة السابقة. طالت الكرة على نادي أم صلال، الكرة لا تزال لصالح نادي أم صلال على اعتاب منطقة الجزاء، محاولة في الجهة اليسرى الآن ممكن تأتي العرضية، البحث جاري لصالح نادي أم صلال ولكن يا السلام على التغطية من اللاعب أحمد النحوي في الكرة السابقة. كرة بتذهب إلى رمية التماس بتعود للاعب ناصر إبراهيم النصر، بيلعب كرة لا زالت لصالح نادي أم صلال، ممكن تأتي العرضية خطيرة الآن ولكن يا السلام على التغطية من اللاعب فهد خلفان وتسديدة، ولكن كرة بتعود إلى ضربة مرمى، تسديدة اللاعب إسماعيل إبراهيم. إسماعيل إبراهيم دهقاني بيسدد الكرة السابقة ولكن بتعود الكرة إلى ضربة مرمى. شوفون الإعادة للكرة السابقة، تسديدة اللاعب إسماعيل دهقاني في الكرة السابقة. كرة بتلعب ثلث ساعة أو 20 دقيقة أولى مرت، دخلنا في الدقيقة 21. لوكا بوناتيتش ولورينت بانيد إلى الآن يبحثون عن أول أهداف البطولة، يعلمون جيدا أن البطولة أصبحت مهمة جدا كالبطولات الأخرى، لذلك هذا ما يطمح عليه مدربين الفريقين من خلال هذه المباراة التي تجمع بين نادي أم صلال والعربي وفي الجهة المقابلة نادي تحيل والإخرطيات. لتحيل والإخرطيات لا زالت النتيجة سلبية والعربي أم صلال نتيجة سلبية، وأم صلال الآن اقترب ليسجل أول أهداف المباراة. جول جول أول لصالح نادي أم صلال، نادي أم صلال يسجل أول أهداف المباراة، إسماعيل محمود يسجل أول أهداف المباراة وأول أهداف البطولة لصالح نادي أم صلال بطريقة رائعة. استطاع نادي أم صلال، شوف بطريقة رائعة استطاع الوصول نادي أم صلال إلى منطقة جزاء نادي العربي ليسجل ويستغل الفراغ الذي لم يسد بالطريقة المطلوبة من قبل نادي العربي ليسجل إسماعيل محمود أول أهدافه في البطولة في هذا الموسم وأول أهداف نادي أم صلال في المباراة والبطولة. هدف أول يأتي على نادي العربي ولسان حال إسماعيل محمود ورفاقة. هذه المباراة ليست كتلك، ليست كالمباراة السابقة يا مايلسون فرانشيسكو، ليست كالمباراة السابقة، لذلك هذا ما يطمح عليه نادي أم صلال ليسجل أول أهداف البطولة هنا في استاد إسحيم بن حمد في ملعب نادي قطر في الدفنة. كرة بتعود من جديد لصالح نادي أم صلال مرة أخرى، هدف يأتي في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب إسماعيل محمود يسجل نادي أم صلال أول أهداف المباراة. بيحاول فيها إسماعيل إبراهيم، إسماعيل دهقاني ولكن طول تغطية كانت بشكل مطلوب. نادي العربي بعد بداية كانت رائعة ومميزة في الدقائق الأولى ولكن شوف 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 بالكعب وبطريقة رائعة والتمريرة الرائعة، التمريرة الرائعة من محمد السيد أبو بكر ليعطي التمريرة الحاسمة للاعب إسماعيل محمود ليسجل أول هدف المباراة. محاولة خطيرة ولكن بتضيع الكرة على أوساغونا كريستيان. أوساغونا كريستيان اللاعب الذي يحاول أن يسد فراغ يانيك ساقبو في مباراة اليوم بعدما كانوا يشكلون ثنائي، ولكن في مباراة اليوم يجب أن يتحمل المسؤولية لوحده بغياب اللاعب يانيك ساقبو الواضح على الصورة. يانيك ساقبو الواضح على الصورة الذي يتواجد في دكة البدلاء يعطي المجال للاعب أوساغونا كريستيان يعني يقدم الإضافة الهجومية لوحده، ولكن أتت الإضافة من إسماعيل محمود يسجل أول أهداف المباراة لصالح نادي أم صلال. كرة بتعود من جديد لرمية التماس لصالح نادي العربي، في خطأ على اللاعب إسماعيل دهقاني ولصالح اللاعب مايلسون فرانشيسكو، خطأ لصالح اللاعب مايلسون. نفذت الكرة بشكل سريع ولكن حكم المباراة
يطالب بإعادة الكرة الثابتة لصالح نادي العربي. مايلسون فرانشيسكو أكثر لاعب عرقل في مباراة اليوم إلى الآن، بينما خطأ لصالح نادي العربي. محمد صلاح على التنفيذ، بينما بانتظار أي خطأ ممكن أن يستغل العربي بالطريقة المناسبة. كرة بتلعب الأمام، محاولة لكن التغطية بتأتي بطريقة رائعة. كرة بتعود من جديد، ياسين يعقوب بيلعب كرة بالخطأ، بتعود لصالح نادي مصطل. ممكن هجمة عكسية سريعة الآن، محمد سيد، كرة بتعود لإسماعيل محمود مرة أخرى، ولكن التغطية بتأتي بشكل سريع. التغطية بتأتي من اللاعب ياسين يعقوب في الكرة السابقة، لتعود الكرة إلى رمي التماس مرة أخرى لصالح نادي أم مصرال. لوكا بوناتيج وعدم الرضا هي ملامح تتضح على وجه اللاعب لوكا أو المدرب لوكا بوناتيج، مدرب فريق نادي العربي. يطالب اللاعبين بتقديم ما هو أفضل. كرة بتعود للاعب ناصر ابراهيم النصر، والعوده الى الخلف مره اخرى. اسماعيل محمود الذي يتواجد في كل مكان، اسماعيل محمود لاعب نادي ام مصرال الذي يتواجد في كل اروقه الملعب ليقدم الاضافه للزملاء. ممكن تاتي العرضيه الان، اسماعيل دهقاني بيلعب كره، ولكن الكره بتمر وتغطيه بتاتي من احمد النحوي لتعود الكره من جديد. اسماعيل دهقاني، محاوله، كره بتعود بالخطا. عاطف بيلعب كرة ولكن لم تكن كرة رائعة، والتمريرة رائعة. كرة بتعود لصالح نادي العربي، ولكن التغطية الدفاعية لتعود الكرة مرة أخرى لحارس المرمى باسل زيدان. لا يزال العربي بعدما كان يبحث عن هدف تقدم في بداية المباراة تراجع مستواه، ليأتي الوقت ليبحث عن هدف التعادل. العربي بدلا من أن يبحث عن هدف التقدم الآن سيبحث عن تعديل النتيجة، ولكن أم صلال لا زال مسيطر. أم صلال لا زال يستحوذ، أم صلال لديه الأفضلية، بينما في الجهة الأخرى في ملعب وأستاد عبد الله بن خليفة في ملعب نادي تحيل، نادي تحيل يتقدم بهدف مقابل لا شيء. الآن يسجل نادي تحيل أول أهدافه على نادي الإخرطيات. في الجهة الأخرى هنا منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس كيو أسل. هدف لنادي تحيل، هدف لنادي ام مصرال. الى الان الافضليه لام مصرال وتحيل في المجموعه الاولى هنا في الجوله الاولى من بطوله كاس كيو اسل. الاعاده للخطا السابق لصالح نادي ام مصرال. الكره بتعود من جديد لنادي ام مصرال الذي يتقدم بالنتيجه، يريد الحفاظ على نتيجه المباراه. الكره بتعود من جديد، عادل الرحيلي يلعب كره الامام ناصر ابراهيم. ناصر ابراهيم النصر بيحاول المرور، بيحاول المرور، ولكن يا سلام على استخلاص في الكرة السابقة من احمد النحوي بطريقة رائعة. يا سلام على فرانكو ارزولا، بيحاول بيلعب كرة مايلسون فرانشيسكو، مايلسون بيلعب كرة فرانكو، فرانكو خطير، فرانكو خطير، فرانكو خطير، ولكن التغطية الدفاعية، التغطية الدفاعية بتأتي على اكمل وجه. كان بالامكان افضل بكثير مما كان في الكرة السابقة، ولكن كرة ضاعت على نادي العربي وعلى فرانكو في الكرة السابقة. كرة بتعود من جديد، ذياب العنابي، اوساغونا، جواد حناش، اسماعيل دهقاني، هتخذ بطريقة رائعة البحث عن العرضية، ولكن يا سلام بطريقة رائعة محمد السيد ابو بكر، والعودة إلى الخلف. يا سلام على تناقل الكرات لاعبين نادي ام مصالي، يا سلام على ناصر ابراهيم النصر بطريقه رائعه، بطريقه رائعه. نادي ام مصالي يقدم كره قدم جميله جدا في الدقائق السابقه، ولكن نادي العربي لا زال يعاني الان من هدف مقابل لا شيء، ومن نادي ام مصرال وما يقدم نادي ام مصرال في ارضيه الملعب. بدايه كانت مهزوزه من قبل نادي ام مصرال، ولكن استطاع نادي ام مصرال ان يراجع حساباته في شوط المباراه الاول، بينما مايلسون يسقط على أرضية الملعب ويحصل على خطأ، بينما هذه المرة بطاقة صفراء أولى
تشار على لاعب نادي مصر العادل الرحيلي خميس المري يشهر اول بطاقه صفراء في شوط المباراه الاول. عادل الرحيلي يعطي بطاقه صفراء بينما مايلسون فرانشيسكو يعاني من اصابه. ان شاء الله سلامات للاعب مايلسون فرانشيسكو. دخول الطاقم الطبي للاطمئنان على اللاعب اكثر. ان شاء الله سلامات للاعب مايلسون فرانشيسكو. نتمنى له السلامه اللاعب البرازيلي مايلسون فرانشيسكو فارياس. بينما لوكا بوناتيج يريد الافضل في لقاء اليوم. هو ملامحه وهو طبيعي وكانه غير راض، فما بالك فريقه خسران. هو المدرب لوكا بوناتيج عبوس. بينما تاتي الرياح بما لا تشتهي سفن لوكا بوناتيج، فلذلك استلم الزعل وعدم الرضا من لوكا بوناتيج ورفاقه. بينما هنا الاعاده للكره السابقه والتغطيه وبعض لقطات شوط المباراه الاول. للامانه اذا بنتحدث عن اللاعب فهد خلفان وما يقدمه في الرواق الايسر في مركز الظهير الايسر الى الان نصف ساعه اولى رائعه بالنسبه لي. لاعب دائما ما كان مهاجما لاي فريق يلعب لاجله ومن شانه، ولكن شوفونا التمريره الحاسمه التي كانت من محمد السيد ابو بكر والهدف الاول والوحيد لصالح نادي ام صلال على نادي العربي في شوط المباراه الاول وفي الدقيقه 22. اسماعيل محمود دائما ما كان هو اللاعب الابرز لتقديم الاضافه لصالح نادي ام صلال دائما في كانت بطوله كيو ام بي او بطوله كاس كيو اس ال، احد ابرز لاعبي نادي ام صلال. بينما ماذا ممكن ان يحدث في اخر ربع ساعه في شوط المباراه الاول والوقت الاصلي يا لوكا بوناتيج؟ ماذا عساها ان يفعل لوكا بوناتيج ورفاقه في شوط المباراه الاول؟ هل تاتي التوجيهات مثل ما يبغي لوكا بوناتيج في الدقائق القادمة؟ هل يأتي التأجيل لما ممكن أن يحدث في اللقاء إلى ما بين الشوطين؟ كل هذا ننتظر في الدقائق القادمة من عمر شوط المباراة الأول من اللقاء الذي يجمع بين نادي العربي ونادي أم صلال. نتيجة المباراة إلى الآن لا تخدم نادي العربي ولا تخدم جماهير نادي العربي ولا تخدم لوكا بوناتيج. بينما في الجهة الأخرى لورينت بانيت كاستون إلى الآن متقدم إلى الآن، ولكن يعلم جيدا أن نتيجة المباراة غير مطمئنة. هدف مقابل لا شيء ليست هي بالنتيجة التي ممكن أن تعطي الأريحية لنادي أم صلال. لذلك ما يطمح عليه نادي أم صلال هو قتل الأمور أو تصعيب الأمور في شوط المباراة الأول. الكرة بتعود لفهد خلفان مرة أخرى، بيحاول ياسين يعقوب تنقل الكرة من قبل لاعب النادي العربي عبد الرحمن وليد منصور. هتاخذ مايلسون فرانشيسكو بالخطا، بتعود لصالح نادي ام صلال. تراجع مستوى النادي العربي في النصف الاخر من شوط المباراة الاول، ولكن كل شيء ممكن ان يحدث في الدقائق القادمة. خطا لصالح نادي العربي، هذا اللاعب ذياب حسن العنابي. شوفنا الإعادة، خطأ لصالح اللاعب عبد الرحمن وليد في الكرة السابقة وعلى نادي أم صلال. أخطاء كثيرة احتسبت على نادي أم صلال في شوط المباراة الأول، بينما نادي العربي لم يستغل ولا كرة ثابتة لكي يصل إلى مرمى نادي أم صلال. الكرة بتعود من جديد، التغطية بتأتي من ناصر إبراهيم النصر. الكرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي العربي، تسديدة فرانكو، ولكن الكرة بتمر على نادي العربي اللي تعود من جديد. تبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء، هدف وحيد يسجل باسم اللاعب اسماعيل محمود، أول أهداف البطولة يأتي عن طريق اللاعب. بينما الكرة بتعود لمحمد كاسولا، باسل زيدان، والتغطية الدفاعية بتأتي على أكمل وجه من نادي أم صلال. الكرة بتعود مرة أخرى اسماعيل محمود، ولكن يا سلام على فهد خلفان وما يقدمه من واجبات دفاعية إلى الآن.
في 35 دقيقة، آخر 10 دقائق، آخر 10 دقائق من الوقت الأصلي. يا لوكا بوناتيتش، ما الحل يا لوكا للعودة في النتيجة؟ وأما في الجهة الأخرى، ما الحل يا لورينت بانيد في إبقاء النتيجة وإبقاء التقدم لصالح نادي أم صالح؟ الكرة بتعود من جديد، ياسين يعقوب بيلعب كرة، فرانكو، فرانكو في وسط الميدان، بيحاول فرانكو، ما فيها خطا، حق المباراه يقول ما فيها شيء. يا سلام على هاتخذ بطريقه رائعه عبد الرحمن وليد، يا سلام على التمريره، ولكن طالت الكره السابقه على اللاعب محمد صلاح. تمريره كانت رائعه وفكر كان جميل من اللاعب عبد الرحمن وليد في الكره السابقه، ولكن طالت الكره على نادي العربي اللي تعود الكره من جديد لصالح نادي ام صالح وحارس المرمى باسل زيدان. هدف مقابل لا شيء، تسديدتين لنادي العربي، واحدة كانت على المرمى ولم يسجل نادي العربي إلى الآن. الهدف الأول في شوط المباراة الأول، بينما التسديدة الوحيدة التي كانت لصالح نادي أم صلال على مرمى نادي العربي، استطاع استغلال هذه التسديدة ليسجل أول أهداف البطولة وأول نادي أول أهداف نادي أم صلال. الكرة بتعود لناصر إبراهيم، ولكن التغطية بتأتي، هذه فرصة لنادي العربي. هجمة عكسية الآن، هجمة عكسية لصالح نادي العربي، كرة بتلعب جاسر يحيى، جاسر يحيى والبحث عن أفضل طريقة للوصول إلى مرمى وشباك مرمى نادي أم صلال. فرانكو، فرانكو أرازيلا بيحاول، يا سلام على هاتخذ، ولكن كرة بتقطع، كرة بتقطع في الكرة السابقة. جواد حناش، تأتي التغطية لتعود من جديد فهد خلفان، لا زال نادي العربي ضاغط، لا زال نادي العربي مستحوذ، يبحث بأي طريقة ممكنة للوصول إلى التعادل قبل العودة إلى غرف الملابس. هذا ما يطمح عليه لوكا بوناتيتش ورفاقه. شوف محمد صلاح يحاول مرور، ولكن حكم المباراة يقول ما فيها شيء، الكرة بتعود من جديد، التغطية بتأتي لنادي العربي. علي محمد بزمان، كرة بتعود مرة أخرى، أحمد النحوي، علي محمد مرة أخرى، فهد خلفان، وتناقل الكرات من قبل نادي العربي بحثا عن وصول إلى مرمى نادي أم صال. تعليمات لوكا بوناتيتش أو بوناتيتش هي الوصول، هو التسجيل بأي طريقة ممكن وبأي فرصة ممكن، حتى وإن كانت الفرص صعبة والحظوظ صعبة للوصول إلى شباك نادي أم صال في الدقائق المتبقية، ولكن يجب أن يقاتل العربي ورفاقه للحصول على ما يريدون في شوط المباراة الأول، بعدما كانت الطموح والتمنيات على الوصول إلى هدف التقدم. تغيرت الظروف لتتبدل الأمنيات، وما يتمناه فريق نادي العربي الآن في شوط المباراة الأول هو تسجيل هدف التعادل. مايلسون فرانشيسكو، مايلسون فرانشيسكو مسوي مشاكل، مايلسون فرانشيسكو مسوي مشاكل في الخطوط وفي خط دفاع نادي أم صلال. في أي كرة يستلمها هذا اللاعب مايلسون فارياس يحصل من خلالها على خطأ. هذا يمكن هو خامس خطأ للاعب مايلسون فرانشيسكو. وأيضا اللاعب عادل الرحيلي حصل على بطاقة صفراء بسبب عرقلته للاعب مايلسون فرانشيسكو أرياس. كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي العربي. ياسين يعقوب يلعب كرة على اليسار، فهد خلفان، كرة بتلعب للاعب مايلسون، ولكن هذه المرة بتعود لصالح نادي أم صلال. فيها خطأ، فيها خطأ على اللاعب أوساغونا كريستيان. أوساغونا يحصل على بطاقة صفراء ثانية، ثاني بطاقة صفراء في اللقاء وعلى نادي أم صلال. بطاقة صفراء ثانية على اللاعب أوساغونا، استخدام المرفق من قبل اللاعب أوساغونا، لاعب ذو البنية الجسمانية الكبيرة جدا، لذلك هو من غير يده وما حد قادر يدز مع يده، ايش بيسوي؟ لذلك هذه من الأخطاء التي يعاقب عليها لاعب كرة القدم، هذه من الأخطاء التي يعاقب عليها لاعب كرة القدم.
إما خطأ وإما قرار إداري مثل ما شاهدنا في الكرة السابقة. أوساغونا كريستيان يحصل على بطاقة صفراء، بينما أيضا مايلسون فرانشيسكو مطالبة بخطأ ولكن حك المباراة لم يعطي الخطأ، بينما كرة بتعود لصالح نادي العربي. شو اللي صار في الكرة السابقة؟ الترويض كان متواضع جدا من الحارس ساطع عبد الناصر. شوفوا هنا الإعادة، الروح الرياضية الكبيرة من نادي أم صلال، ولكن الترويض لم يكن بالشكل المطلوب من قبل حارس المرمى ليعطي هدية قيمة جدا لنادي أم صلال في الدقائق الأخيرة. هي ركلة ركنية، ممكن كرة بتعود إبراهيم أو ناصر إبراهيم، كرة بتلعب إلى الأمام، محاولة ولكن حارس المرمى بيتصدى للكرة السابقة. ساطع العباسي، شوفونا الإعادة للكرة السابقة، التصدي واصطدام اللاعب أوساغونا كريستيان في الحارس. ساطع في الكرة السابقة يحصل على خطأ، تبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء. آخر أربع دقائق في الوقت الأصلي، آخر أربع دقائق في الوقت الأصلي من عمر شوط المباراة الأول، ونتيجة المباراة إلى الآن هدف مقابل لا شيء لصالح نادي أم صلال. هدف مقابل لا شيء إلى الآن لصالح نادي أم صلال عن طريق اللاعب إسماعيل محمود. في الدقيقة 22 استطاع نادي أم صلال التسجيل هدف أول لصالح فريقه في بطولة كأس كيو اس ال في الجولة الأولى هنا من منافسات المجموعة الأولى، بانتظار أيضا لقاء تحليل الخرطيات المقام في نفس التوقيت. إلى الآن نتيجة مباراة تحليل الخرطيات هدف مقابل لا شيء لصالح نادي تحيل، بينما بانتظار ايضا مباراة نادي الغرافة وقطر ايضا من منافسات المجموعة الاولى. أوساغونا كريستيان والثاني فرص هذا الاسمراني في لقاء اليوم، ولكن شوف خلك من أوساغونا وشوف ناصر ابراهيم النصر وش اللي يسوي ناصر في ارضية الملعب. غريبة يا أوساغونا، غريبة يا اسمراني. أوساغونا كريستيان بيضيع ثاني فرصة في شوط المباراة الأول، هذا الأسمراني. تبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء، كان بإمكان نادي أم صلال إضافة هدف ثاني، ولكن إلى الآن تبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء. فرانكو أرازيلا، فرانكو أرازيلا هورتادو يبحث، ولكن الكرة بتعود إلى رمية التماس. محاولة من جديد لصالح نادي أم صلال، إسماعيل محمود بيلعب كرة، ولكن طالت الكرة على أوساغونا في الكرة السابقة لتعود الكرة من جديد لصالح نادي العربي. تمريرة اللاعب إسماعيل محمود صاحب الهدف الوحيد إلى الآن في اللقاء. كرة بتعود مرة أخرى، هتخذ يوسف رمضان بطريقة رائعة. فرانكو هورتادو بيحاول، لكن ناصر إبراهيم لا زال يحافظ على الكرة، لكن التغطية بتأتي بالشكل المطلوب. جاسر يحيى لا زال يحافظ على الكره، الكره بتلعب الامام، ولكن النادي العربي الى الان يتخلف بهدف مقابل لا شيء. الى الان لم يجد الحل، الى الان لم يجد الطريقه للوصول الى مرمى نادي ام صلال. أوساغونا كريستيان الان يا سلام على المرور، بيحاول لكن ايضا التغطيه بتاتي، وكان نادي ام صلال راضي بالخروج من شوط المباراه الاول بنتيجة هدف مقابل لا شيء. بعدها يأتي التفكير بما ممكن أن يحدث في شوط المباراة الثانية، بينما محمد صلاح بيحاول، محمد صلاح النيل يحافظ على الكرة، ولكن كرة بالطول في الكرة السابقة لتعود الكرة إلى ضربة مرمى. ضاعت الكرة على نادي العربي، هتخذ كانت من قبل محمد صلاح ومايلسون فارياس، بينما لوكا بوناتيتش الواضح على الصورة والتعبير عن عدم الرضا فيما يحدث في أرضية الملعب. ضربة مرمى لصالح نادي أم صلال، لم يتبقى سوى ثواني من الوقت الأصلي من عمر شوط المباراة الأول. باسل زيدان ورفاقه إلى الآن حصلوا على الأفضلية في شوط المباراة الأول والتقدم في شوط المباراة الأول، كما ذكرت بمعنويات رد الاعتبار قبل كل شيء من قبل لاعبي نادي أم صلال بعد نتيجة كبيرة جدا
الكرة بتعود مرة أخرى مايلسون فرانشيسكو، لكن محمد كاسولا، محمد كاسولا بخبرة المباريات وخبرة السنين يتصدى لمحاولة الهروب من قبل مايلسون في الكرة السابقة، يحصل على خطأ اللاعب محمد كاسولا. لاعب في صفوف نادي السد، لاعب في صفوف نادي الريان، والان يمثل نادي ام الصالح بينما ثلاث دقائق اضافيه مقدر من حكم المباراه خميس محمد المري، بينما لورينت بانيت كاستون الى الان الافضليه للمدرب الام صلالي. في الجهه الاخرى لوكا بوناتيتش يتخلف بهدف مقابل لا شيء، لم يحصل على ما يريد بانتظار العودة إلى غرف الملابس لتقديم التوجيهات المناسبة واللازمة للاعبي النادي العربي. كرة بتعود مرة أخرى لجواد حناش. نادي أم صلالة للأمانة في الفترة الأولى وفي الربع الساعة الأولى لم يكن في الموعد المناسب، ولكن الآن نادي أم صلالة يقدم كرة قدم جميلة في الرواق الأيسر مع اللاعب ناصر إبراهيم النصر. كرة بتصطد اللي تعود الكرة إلى ركلة ركنية، شوفوا هنا التغطية هتأخذ بطريقة رائعة، اللاعب مسبب مشاكل ناصر إبراهيم النصر في الرواق الأيسر لنادي أم صلال، ولكن أتت التغطية من اللاعب ياسين يعقوب في الكرة السابقة اللي تعود الكرة إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية في الوقت الإضافي المقدر من حكم اللقاء. كرة بتعود الآن إسماعيل محمود بيلعب كرة الأمام عالية، ولكن فرانكو هورتادو بيغطي، فرانكو هورتادو، ذياب العنابي، ذياب حسن العنابي بيلعب كرة، ولكن يا سلام على التغطية عن طريق اللاعب محمد أو علي محمد بزمان. علي محمد بيغطي في الكرة السابقة، الكرة بتعود لركلة ركنية، ضغط وسيطرة لصالح نادي أم الصال للبحث عن هدف ثاني. كرة بتعود مرة أخرى محمد السيد، ولكن التغطية مرة أخرى من دفاع نادي العرب الذي يتراجع بكامل صفوفه، وكرة طويلة كانت من محمد سيد عبد المطلب لتعود الكرة إلى ضربة مرمى. شوف هنا الإعادة للكرة السابقة والتغطية في المرة الأولى والثانية لصالح نادي العربي، وضاعت من أمام نادي أم صلال. تبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء، ثلاث دقائق وقت إضافي مقدر من حكم المباراة، آخر دقيقة من الوقت الإضافي المقدر من حكم اللقاء خميس المري، بينما تسلل على اللاعب فرانك أو مايلسون فرانشيسكو فارياس هو الذي كان في موقف الأوفسايد. نعم قرار سليم وواضح من الحكم المساعد الثاني. ماذا ممكن أن يحدث في شوط المباراة الثاني؟ لا سيما لو كان بوناتيتش كما ذكرت، بغض النظر عن أنها بطولة مهمة، بغض النظر عن ما ممكن أن يحدث في أرضية الملعب، بينما العيار ثقيل، العيار اللي صاب دوش العربي وجماهير العربي ومدرب العربي، لذلك يجب أن يأتي التعويض بأي طريقة ممكنة، بينما الشوط أول لم يكن بالطريقة التي ممكن أن يعوض من خلالها العربي، بينما خسارة أو تخلف بالنتيجة كما نحب أن نقول لنادي أم صلال، هدف مقابل لا شيء ينهي من خلالها نادي أم صلال شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب إسماعيل محمود، هدف أول، سننتظر ما ممكن أن يحدث في شوط المباراة الثاني، بينما الآن ننتقل بصوت الصورة للزميل العزيز خالد القحطاني، عندك الماك يا خالد. نادي ام صلال السيطرة واستحواذ وسجل اول اهداف اللقاء ليخرج نادي عربي متخلفا بهدف. هنا تنطلق صافرة حكم المباراة خميس المري على ابتداء شوط المباراة الثاني، سننتظر ما ممكن ان يحدث في شوط المباراة الثاني. تشكيلة الفريقين في حراسة مرمى نادي ام صلال، باسل زيدان في حراسة المرمى، عادل الرحيلي، اوساجونا كريستيان، غياب حسن العنابي، محمد سيد ابو بكر، ناصر ابراهيم النصر، واللاعب عاطف بن محمد المولدي، جواد حناش، كاسولا، واللاعب اسماعيل محمود. هذه تشكيلة نادي ام صلال وخروج اللاعب اسماعيل ابراهيم دهقاني ودخول البديل حسام كمال السيد، بينما تشكيلة نادي العربي في حراسة المرمى الساطع عبد الناصر العباسي، يوسف رمضان، علي محمد بزمان، محمد صلاح النيل، فهد خلفان، واحمد النحوي، فرانكو هورتادو، مايلسون فارياس، عبد الرحمن وليد، جاسر يحيى، ياسين يعقوب. هذه تشكيلة نادي العربي. ماذا ممكن أن يحدث
شو اللي ممكن يصير في شوط المباراة الثاني بعد انتهاء الشوط أول بهدف مقابل لا شيء لصالح نادي أم صلال. أم صلال تقدم في النتيجة في شوط أول. لا ننسى أن نادي أم صلال في شيء آخر وفي لمحة أخرى أن نادي أم صلال خسر أمام نادي العربي في بطولة دوري كيو أم بي. نعم هذه بطولة مغايرة، هذه منافسة مغايرة، ولكن بهدف رد الاعتبار وبهدف أول ثلاث نقاط في المجموعة بهدف الصدارة هذا ما يطمح عليه نادي أم صلال، ولكن نادي دحيل في الجهة الأخرى يسجل هدفين في شوط المباراة الأول. وبعد انتهاء شوط المباراة الأول استطاع التقدم نادي دحيل بهدفين مقابل لا شيء على نادي الإخريطيات ليتصدر بشكل مؤقت ونسبي نادي دحيل المجموعة الأولى لبطولة كأس كيو أسل. كرة بتعود مرة أخرى ناصر إبراهيم بيحاول ما فيها شيء، كرة بتلعب الأمام الآن خطيرة لصالح نادي العربي. فرانكو هورتادو الآن إلى الأمام، محاولة خطيرة ممكن خطيرة لصالح نادي العربي داخل منطقة الجزاء، المحاولة والبحث، ولكن يا سلام على محمد كاسولو وما يقدمه من مهام دفاعية كبيرة يقدمها محمد كاسولو في أرضية الملعب. سقوط كاسولو على أرضية الملعب يعني من إصابة، إن شاء الله سلامات للاعب محمد كاسولو. شوف حاول فرانكو هورتادو في الكرة السابقة، ولكن محمد كاسولو للأمانة يقدم مباراة كبيرة. إن شاء الله سلامات. نعم هنا توجيهات المدرب لورينت باليد لأنه يعلم جيدا أن نادي العربي في الشوط الثاني لن يكن ولن يمل حتى الوصول إلى مرمى نادي أم صلال ولن يقف مكتوب في الأيدي. كرة بتعود مرة أخرى ولكن بطول الكرة السابقة على نادي العربي اللي تعود الكرة إلى ضربة مرمى لصالح نادي أم صلال. لوكا بوناتيتش والتوجيهات بين الشوطين بعد شوط أول لم يكن بالشكل المطلوب وكان بالإمكان أفضل بكثير مما كان، ولكن ممكن أن يأتي التعويض في شوط المباراة الثاني. كرة بتعود مرة أخرى ولكن كاسولو والتغطية بتأتي، بتعود الكرة من جديد لصالح نادي العربي. كرة بتلعب الأمام محمد صلاح بيحاول، ولكن كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي العربي مرة أخرى. فيها خطأ لصالح نادي العربي في الكرة السابقة. محمد صلاح يحصل على خطأ، كرة ثابتة لصالح نادي العربي في شوط المباراة الأول. 13 خطأ على نادي أم صلال بينما 4 أخطاء على نادي العربي، رقم كبير جدا على نادي أم صلال في شوط واحد 13 خطأ. هذا هو الخطأ رقم 15 إذا حسبنا الخطأ الماضي، والخطأ هذا خطأ آخر لصالح نادي العربي في مكان أقرب، ولكن هذه المرة على اللاعب محمد السيد أبو بكر يعطي خطأ لصالح اللاعب يوسف رمضان في الكرة السابقة. خطأ الآن لصالح نادي العربي على أمل أن يستغلها العرباوي في الطريقة المناسبة وبالطريقة المناسبة من يوسف رمضان. كرة ثابتة على أمل استغلال واحدة من تلك الكرات الثابتة لتسجيل هدف التعديل من قبل القلعة الحمراء. كرة بتلعب الآن ليوسف رمضان على تنفيذ الخطأ بانتظار من يوصل كرة إلى شباك نادي العربي، محاولة جاسر ولكن كرة بالطول على نادي العربي أو هذا اللاعب أحمد النحوي في الكرة السابقة. ولكن شوف الكرة السابقة يوسف رمضان ومحاولة لصالح نادي العربي، ولكن طالت الكرة على اللاعب أحمد يوسف النحوي في الكرة السابقة لتعود الكرة إلى ضربة مرمى لصالح نادي أم صلال. أم صلال يحصل على خطأ أو ضربة مرمى، نادي العربي هو من حصل على خطأ، ولكن الكرة طالت على نادي العربي، طالت على أحمد النحوي وطالت على يوسف رمضان لتعود الكرة إلى ضربة مرمى مرة أخرى. فرانكو هورتادو محاولة الترويض ولكن كرة بالطول على فرانكو في الكرة السابقة. يا لوك شو الحل يا لوك، ما الحل يا لوك؟ لذلك هذا ما يبحث من أجله ومن شأن يا لوك بوناتيتش.
في الدقائق القادمة، بينما الكرة بتذهب لحسام كمال البديل بيلعب كرة إلى الأمام خطيرة الآن لصالح نادي مصال. ناصر النصر بيحاول، في خطأ على ناصر في الكرة السابقة، أحد أبرز الأسماء المتواجدين في صفوف نادي مصال في شوط المباراة الأول، قدم الإضافة الكبيرة في الشوط الأول لصالح نادي مصال. تقدم نادي مصال بهدف مقابل لا شيء. لاعب نادي السد سابقا ناصر إبراهيم الناصر يحصل على بطاقة صفراء. خميس المري يشهر البطاقة الصفراء على اللاعب ناصر إبراهيم النصر كثالث بطاقة صفراء في اللقاء والثالثة على أم مصرال. العربي إلى الآن ولا لاعب من لعيبة العربي حصلوا على بطاقة صفراء في شوط المباراة الأولى وحتى شوط المباراة الثانية، بينما هذه هي ثالث بطاقة صفراء على نادي أم مصرال وفي اللقاء بالمجمل العام. كرة بتعود مرة أخرى لنادي العربي، محاولة ولكن كرة بالطول لتعود من جديد لرمية التماسي صالح القلعة الحمراء. كرة بتعود لمايلسون وتسديدة مايلسون فرانشيسكو فارياس، بتعود من جديد اسماعيل محمود، اسماعيل محمود، اسماعيل محمود، الهربة من اسماعيل محمود، ولكن التغطية الدفاعية على أكمل وجه في الكرة السابقة. كرة تلعب الأمام خطيرة 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 لصالح نادي العرب الآن. مايلسون، مايلسون فارياس بيلعب كرة داخل منطقة الجزاء ولكن التغطية بتأتي على الكرة السابقة. كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان، ولكن جواد حناش، جواد حناش هو من أبعد الكرة السابقة، ولكن عندما تعاد الكرة السابقة تشاهد أن نادي أم مصرال بمحاولة مصيدة التسلل، مصيدة التسلل لم تكن بالشكل المطلوب في الكرة السابقة، وكان ممكن أن تكلف أم مصرال الكثير في الكرة السابقة. لذلك يجب أن يحذر نادي أم مصرال من الدفاع المتقدم أو حتى من مصيدة التسلل، سلاح ذو حدين إذا نفذ بالشكل المطلوب سيكون من أصعب المهام الهجومية لنادي العربي لاختراق الدفاع الأم مصرالي، ولكن يجب العمل عليها على أكمل وجه. تسديد الآن محاولة، لكن يا سلام على محمد كسولة، إبعاد يأتي في الكرة السابقة. تسديدة كانت رائعة من اللاعب عبد الرحمن وليد، ولكن تغطية دفاعية من اللاعب محمد كسولة في الكرة السابقة. كرة بتعود من جديد، كرة بتعود من جديد لصالح نادي العربي. دياغو جاردل وأحمد فتحي أبرز غيابات نادي العربي. جارد المتواجد في مدرجات استاد اسحين بن حمد في ملعب نادي قطر هنا لمؤازرة فريقه، بينما يانيك ساقبو، يانيك ساقبو متواجد في دكة البدلاء، لذلك ممكن الاستعانة بيانيك ساقبو في أي لحظة من لحظات المباراة، بينما شهدنا إعادة لفرصة ولقطة ناصر إبراهيم النصر على اعتراض على قرار حكم المباراة حصل من خلالها على بطاقة صفراء. كرة بتعود مرة أخرى عبد الرحمن وليد، مايلسون، محمد صلاح بيلعب كرة إلى جاسر يحيى، يوسف رمضان، جاسر مرة أخرى بيلعب كرة إلى مايلسون فرانشيسكو فارياس، تسديدة مايلسون ولكن كرة بتعود إلى رمية التماس. هناك شيء مفقود، تحس أن هناك شيء مفقود في نادي العربي، هو اللاعب الذي ممكن أن يربط بين خط الوسط وخط الهجوم، لاعب مثل دييغو جاردل المتواجد في المدرجات. كرة بتعود من جديد، محاولة لكن باسل زيدان يصل قبل الجميع ليحصل على الكرة. كرة بتعود بشكل سريع الآن لصالح نادي أم مصرال عند اللاعب أوساغونا، أوساغونا كريستيان بيحاول يحصل على خطأ أوساغونا، أوساغونا كريستيان يحصل على بطاقة أو خطأ. أحمد النحوي لم يحصل على بطاقة في الكرة السابقة، بينما البطاقات الصفراء كانت لصالح نادي أم مصرال، من نصيب نادي أم مصرال ثلاثة بطاقات صفراء، سواء كانت بطاقتين في شوط المباراة الأول للاعب عادل الرحيلي وسجونا كريستيان، وفي شوط المباراة الثاني للاعب ناصر إبراهيم النصر. كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي أم مصرال، جواد حناش، جواد حناش بيلعب كرة، تنقل كرات من قبل نادي أم مصرال، سياسة التمرير بتعود مرة أخرى لصالح نادي أم مصرال لإبعاد الكرة أكثر وقت ممكن عن نادي العربي للحد من خطورة هجوم العرباوي، ومحاولات نادي العربي في الحصول على نتيجة التعادل. كرة بتعود من جديد مرة أخرى
ولكن إلى رمية التماس في تغيير، في تغيير لصالح نادي أم صلال. عادل السليماني هو البديل بدلا من اللاعب محمد السيد، تغيير ثاني لصالح نادي أم صلال. تغيير ثاني لصالح نادي أم صلال في شوط المباراة الثاني، بينما نادي العربي إلى الآن يبقي التشكيلة الأساسية، يبقي الآمال مع المدرب لوكا بوناتيج. ولكن هل بإمكان العرباوي أن يعود من جديد في نتيجة المباراة؟ كرة بتعود مرة أخرى، فهد خلفان كما ذكرنا اللاعب المهاجم الذي يقدم المهام الدفاعية في لقاء اليوم لصالح نادي العربي. كرة بتعود من جديد، أحمد النحوي يلعب كرة إلى مايلسون، مايلسون الوحث عن أفضل كرة وأفضل فرصة ممكنة تغالط دفاع نادي أم صلال، ولكن كرة بتعود مرة أخرى لنادي أم صلال. من جديد الفريق الذي يتقدم بهدف قبل شيء. يا سلام على استخلاص الكرة من قبل جاسر يحيى واللاعب مايلسون فرانشيسكو فارياس، ولكن كرة بالطول، كرة بالطول في الكرة السابقة على اللاعب جاسر يحيى. كرة طالت على جاسر يحيى في الكرة السابقة، لعب في صفوف نادي السد، لعب في صفوف نادي الجيش، والآن يمثل نادي العربي. كرة بتعود مرة أخرى، جاسر بيحاول يلعب كرة ولكن مقطوع الكرة من جديد لتعود الكرة مرة أخرى لصالح نادي العربي الذي يبحث عن هدف التعديل، هدف التعادل الذي ممكن أن يأتي في أي وقت ممكن. كرة تذهب للاعب فرانكو هورتادو، فرانكو بمر ولكن طالت الكرة على فرانكو وطالت الكرة على نادي العربي. هناك مطالبة واعتراض من اللاعب فرانكو هورتادو في الكرة السابقة، ولكن حكم المباراة يقول انها رمية تماس، ولكن لصالح نادي أم صلال. إلى الآن بطولة كأس كيو اس ال في أولى جولات هذه البطولة، النسخة السابعة، النسخة السابعة لبطولة كأس كيو اس ال بعد انتهاء من ستة نسخ، وكان البطل للموسم السابق هو نادي الغرافة حامل اللقب، حامل اللقب الذي يريد الحفاظ على لقب حكم المباراة. نعم يعود لإعطاء خطأ لصالح نادي العربي. إلى الآن نادي أم صلال وإسماعيل محمود وتسجيل أول أهداف في اللقاء وأول أهداف في البطولة عن طريق هذا اللاعب الذي كانت هناك عليه خطأ في الكرة السابقة، كان خطأ على اللاعب إسماعيل محمود، ولكن شوف الواضح على الصورة، الواضح على الصورة، الدبابة الأسمرانية لهجوم نادي أم صلال. يانيك ساقبو اللاعب المتواجد في دكة بدلاء نادي أم صلال، السلاح الذي يحتفظ به المدرب لورينج بانيد فيما تبقى من دقائق، ولكن كرة تلعب يوسف رمضان، يوسف رمضان محاولة ولكن بتضيع، بتضيع بطريقة غريبة على نادي العربي. مايلسون، مايلسون فرانشيسكو فارياس، شوف الإعادة، شوف الإعادة، ما فيها راية، ما فيها راية في الكرة السابقة. يوسف رمضان وتمريرة جميلة جدا، ولكن على الكرة ضاعت على نادي العربي، كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان في الكرة السابقة وفي اللقطة السابقة، ولكن مايلسون فرانشيسكو فارياس وبتضيع الكرة على نادي العربي. على أبرز كرة في المباراة لصالح نادي العربي ضاعت عن طريق اللاعب الذي لم يسجل على نادي أم صلال، لم يسجل في لقاء الخمسة واحد اللاعب مايلسون فرانشيسكو فارياس. كرة بتعود من جديد لصالح نادي العربي. ماتيوس، دييغو جاردل، أحمد فتحي، غيابات القلعة الحمراء، بينما نادي أم صلال إلى الآن يعني ساقبو في دكة البدلاء وممكن أن يشارك في الدقائق القادمة، النصف ساعة القادمة بعد انتهاء ربع ساعة أولى من شوط المباراة الثاني وساعة لعب. إلى الآن نادي أم صلال يتقدم بهدف مقابل لا شيء، ولكن نتيجة المباراة هي ليست النتيجة التي ممكن أن تطمئن المدرب لورينت بانيت كاستون أو لاعبين نادي أم صلال، لذلك البحث سيكون جاري على هدف ثاني. بينما الكرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي العربي، فرانكو، فرانكو هورتادو بيلعب كرة إلى أمام عالية خطيرة، مايلسون بيحاول، مايلسون فرانشيسكو، مايلسون فارياس، كرة بتعود ولكن يا سلام على التغطية من قبل اللاعب حسام كمال في الكرة السابقة. محمد كاسولا يقدم مباراة
رائعة إلى الآن. إلى الآن نادي أم صلال ومحمد كسولة يقدمون مباراة رائعة. نادي العربي إلى الآن لم يصل إلى هدف التعديل. محاولات نادي العربي إلى الآن بدأت بالفشل للوصول إلى مرمى نادي أم صلال. الكرة بتعود مرة أخرى المطالبة لخطأ من لاعبي نادي أم صلال والاعتراض على أنا وجود هناك وجود لخطأ لصالح نادي أم صلال، ولكن حكي المباراة يقول ما في شيء. كرة بتلعب الأمام خطيرة، ولكن كرة بتعدي وبتمر على نادي العربي. باسل زيدان كان ممكن أن يخطف في الخروج في الكرة السابقة، ولكن عالج الموقف لإبعاد الكرة، وبعدها تصطد الكرة في حسام كمال لاعب نادي أم صلال لتذهب الكرة إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية الآن لصالح نادي العربي. عبد الرحمن وليد، عبد الرحمن وليد على تنفيذ الركلة الركنية. إلى الآن نادي العربي يتخلف بهدف مقابل لا شيء. هل بإمكان العربي أن يعود في النتيجة، أن يعدل النتيجة في الدقائق القادمة أو حتى في الركلة الركنية التي ستنفذ بعد ثواني من قبل اللاعب عبد الرحمن وليد ولصالح نادي العربي الذي إلى الآن يتخلف كما ذكرنا بهدف مقابل لا شيء. كرة تلعب الأمام الآن، محاولة خطيرة ولكن كرة بالطول على نادي العربي. كرة طالت على نادي العربي. إلى الآن الصدارة في المجموعة الأولى لصالح نادي تحيل. إذا استمرت الأمور على هذا الشكل صدارة نسبية ومؤقتة لنادي تحيل والوصافة لنادي أم صلال بعد هدف أتى للاعب إسماعيل محمود. كرة تلعب الأمام خطيرة 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 خطيرة. سيأتي العقاب، ممكن أن يأتي العقاب لنادي أم صلال. أوساغونا كريستيان، أوساغونا كريستيان ضيع كرس ضيع فرصة أو كرة ما تضيع. شوف شوف الإعادة للكرة السابقة. يوه يتفننون بإضاعة الفرص، يتفننون بإضاعة الفرص. أوساغونا كريستيان في الكرة السابقة والفرصة السابقة حاول هذا الأسمراني، ولكن ثالث فرصة، ثالث فرصة من هذا الأسمراني على محاولة الوصول إلى مرمى نادي العربي، ولكن تبقى نتيجة هدف مقابل لا شيء لصالح نادي العربي. هدف مقابل لا شيء إلى الآن. كرة بتعود من جديد لصالح نادي أم صلال مرة أخرى. تبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء. نشاهد الآن هنا من كابينة التعليق أن لوكا بوناتيج بدأ بالتفكير بإجراء تغييرات في تشكيلته، بإجراء تغييرات في تشكيلته، ولكن أوساغونا كريستيان محاولة، محاولة كانت رائعة من أوساغونا في الكرة السابقة، ولكن شوف شوف التمرير الرائع والترويض الجميل، ولكن التغطية التي أتت على أكمل وجه من اللاعب ياسين يعقوب. ياسين يعقوب بينما حكم أو مدرب المباراة مدرب نادي العربي لوكا بوناتيج في أولى تغييراته هو خروج اللاعب فرانكو هورتادو. اللاعب فرانكو هورتادو يخرج ودخول اللاعب مدير عبد الرب. أول تغييرات نادي العربي في الدقيقة 65 على أمل تغيير نتيجة المباراة. ركلة ركنية، كرة تلعب الأمام الآن، محاولة لكن يا سلام على ساطع العباسي حارس مرمى نادي العربي. كرة تلعب بشكل سريع لصالح نادي العربي، ولكن كسولة وباسل زيدان أقرب من اللاعب مايدسون فارياس في الكرة السابقة. كرة بتعود من جديد لصالح نادي أم صلال. اللاعب البديل عادل سليماني، ناصر إبراهيم، محمد كسولة. تمريرات تأتي من قبل لاعبين نادي أم صلال لإبعاد الكرة أكثر وقت ممكن على لاعبين نادي العربي. كرة بتعود مرة أخرى بشكل سريع لصالح نادي العربي. محمد صلاح بيحاول، فيها خطأ، فيها خطأ الكرة السابقة، فيها خطأ الكرة السابقة على اللاعب عاطف المولدي.
خطأ لصالح نادي العربي، بينما هناك تغيير، في تغيير لصالح نادي العربي، خروج اللاعب مايلسون فرانشيسكو. مايلسون فارياس هو الآخر يخرج من تشكيلة نادي العربي. تغيير ثاني، أحمد صالح، أحمد خلفان هو البديل. خروج اللاعب مايلسون فرانشيسكو فارياس ودخول اللاعب أحمد خلفان في تشكيلة نادي العربي. تغييرين لصالح نادي العربي على أمل تغيير نتيجة المباراة. الكرة بتعود من جديد لصالح نادي أم صلال. لوكا بوناتيج مدرب نادي العربي بيغير لاعبين مهمين من صفوف نادي العربي للزجبي، اللاعب مدير عبد ربه وأحمد صالح خلفان، على أمل النجاح بوجهة نظر المدرب لوكا بوناتيج. كرة بتعود مرة أخرى محمد كاسولا. حسام كمال بتعود مرة أخرى لصالح نادي أم صلال. تناقل الكرات ولكن كرة بالطول هذه المرة على اللاعب عادل السليماني في الكرة السابقة، لتعود الكرة من جديد لصالح نادي العربي. علي محمد، احمد النحوي، كره بتلعب الامام الان لصالح نادي العربي، ولكن التغطيه بتاتي من حسام كمال في الكره السابقه، لتعود الكره علي شوف سالم الى رمي التماس. رمي التماس لصالح نادي العربي، بينما هنا اللاعبين الذين خرجوا في صفوف نادي العربي فرانكو هورتادو واللاعب مايلسون فرانشيسكو فارياس، بينما خطأ لصالح نادي أم صلال في الكرة السابقة. شوف هنا الخطأ لصالح اللاعب عادل السليماني. كرة بتعود من جديد لصالح نادي أم صلال الذي يتقدم بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 69 إلى الآن. في الدقيقة 69 وأم صلال يتقدم بهدف مقابل لا شيء. نتيجة المباراة غير مطمئنة لنادي أم صلال، وفي المقابل غير مريحة لنادي العربي، لذلك هذه النتيجة يجب أن تتغير. مطلب من كلا الطرفين ومن كلا الفريقين أن النتيجة هذه يجب أن تتغير بأي طريقة ممكنة. أم صلال يجب أن يزج وأن يضيف هدف ثاني إذا ما أراد الاطمئنان على نتيجة المباراة وعلى التقدم، بينما العربي يجب أن يعدل النتيجة إذا ما أراد العودة في الدقائق القادمة. بينما خطأ لصالح نادي أم صلال الآن، خطأ لصالح نادي أم صلال. هل بإمكان نادي أم صلال استغلال هذا الخطأ لتسجيل هدف ثاني وقتل الامور او تصعيب الامور على نادي العربي؟ كرة ثابتة لصالح نادي ام صلال الان، هل ممكن ان يضيف هدف ثاني في الدقيقة 70 وان تصعب الامور على نادي العربي؟ بيحاول فيها خطيرة ولكن التغطية او التصدي من الحارس ساطع العباسي في الكرة السابقة. شوف هنا كان ممكن ان يغالط حارس المرمى ولكن التصدي ياتي من حارس المرمى. اللي تذهب الكرة الى ركلة ركنية لصالح نادي ام صلال. اخر 20 دقيقة، اخر ثلث ساعة من الوقت الاصلي. تغييرين لكلا الفريقين، بينما الافضلية والتقدم للورينج. محاولة خطيرة، اوه كان ممكن التسديدة السابقة أن تغالط حارس مرمى نادي العربي، ولكن حارس المرمى على مرتين ساطع العباسي بيتصدى للكرة السابقة. الكرة بتعود من جديد ولكن تغطية تأتي من اللاعب عادل الرحيلي في الكرة السابقة. محاولة الآن ولكن تعود الكرة عرباوية مرة أخرى. الفريق الذي لا زال يبحث عن هدف التعديل هنا في الجهة اليسرى، محاولة عند اللاعب عبد الرحمن وليد. التغيير الذي أتى من المدرب
لوكا بوناتيتش مدير عبد ربه ليدخل للمهام الدفاعية وتقدم فهد خلفان لمركز الأساسي وهو المهاجم، بعدها إخراج مايلسون فرانشيسكو ليدخل أحمد خلفان في الرواق الأيمن ليلعب بتشكيلة 4-3-3 ليلعب بأجنحة الآن في الدقائق القادمة لزيادة الكثافة الهجومية في الدقائق القادمة. هذا ما حدث مع المدرب لوكا بوناتيتش، بينما نتحدث عن نسبية نجاح التشكيلة أو تفكير لوكا بوناتيتش في ما تبقى من دقائق. الواضح على الصورة هذا هو المدرب لوكا بوناتيتش، بينما حكم المباراة يطلق الصافرة على وجود راحة لكلا الفريقين، واتر بريك لتناول المياه وأخذ التعليمات من المدرب مع ارتفاع درجة الحرارة. قانون كرة القدم يسمح لحكم المباراة إعطاء راحة، أو مثل رياضة كرة الطائرة مثل ما يقولون تايم أوت، وقت مستقطع لكلا الفريقين في كل شوط. له الحق حكم المباراة خميس المري أن يعطي الراحة لكلا الفريقين، بينما النادي العربي إلى الآن يتخلف بنتيجة المباراة بهدف مقابل لا شيء إلى الآن. إذا استمرت الأمور على هذا الشكل وبنفس نتيجة المباراة السابقة أو المباراة الأخرى تحيل والإخرطيات، تبقى الصدارة لنادي تحيل في الجولة الأولى. أما العربي يا ويلي على جمهور العربي الزعلان واللي شايل في خاطره إلى الآن، جمهور العربي غير راضي. حتى وأن بقي العربي يقدم سلسلة انتصارات، يبقى العربي وجمهور العربي وكيان العربي غير راضي عما حصل في هذا الموسم. والله يا هي ثقيلة، 10 ثقيلة على القلعة العربوية وعلى الجمهور العرباوي. لذلك كما ذكرت على هذا المدرب لوكا بوناتيتش عيار ثقيل جدا وحمل ثقيل ومسؤولية ثقيلة جدا لأن يعود بالعربي وأن يحمل العربي لأن يعود من جديد، سواء كانت لسلسلة انتصارات بأكبر وقت ممكن أو حتى تقديم أي هدية وأي مفاجأة. حتى وأن بقي العربي في المربع الذهبي هو رضا، هي رضوة لجماهير نادي العربي إذا بقي العربي في المربع الذهبي، بينما يأتي التغيير لصالح نادي أم الصلاح، خروج اللاعب دياب العنابي ودخول يانيك ساقبو. يانيك ساقبو ثالث تغييرات نادي أم الصلاح. مدرب نادي أم الصلاح لورينت بانيد يبحث الآن وفي الدقائق القادمة عن هدف ثاني، عن هدف يقتل فيه الأمور فيما تبقى من دقائق من ربع ساعة أخيرة. بينما لا والله للحين يانيك ساقبو ما دخل، يانيك ساقبو على اعتاب الدخول ولكن الى الان لم يدخل لان حكم المباراه اشار يجب الانتظار اكثر لان الكره لعبت في الكره السابقه بانتظار دخول يانيك ساقبو في الدقائق القادمه وفي الربع الساعه الاخيره على امل ومبدا قتل الامور في الدقائق الاخيره. يا سلام على ناصر ابراهيم النصر وما يقدمه من متعه في ارضيه الملعب، لا زال يحافظ على الكره، محاوله لكن التغطيه بتاتي. لا 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 لا، ناصر ابراهيم النصر يقدم واحده من اجمل مبارياته في صفوف نادي ام صلال. للامانه هذا اللاعب الموهوب، هذا اللاعب القادم من نادي السد لان يقدم كره قدم جميله، ولاعب موهوب جدا لديه مستقبل كبير جدا في قادم المواعيد. ولكن كرة بتعود مرة أخرى أوساغونا، أوساغونا كريستيان، بينما في الجهة المقابلة الإخرطيات يقلص الفارق، الإخرطيات يقلص الفارق ليسجل هدف لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح نادي تحيل. بينما في هذه المباراة أم الصلال إلى الآن يتقدم بهدف مقابل لا شيء، تمريرة جواد حناش لم تكن بشكل مطلوب لتذهب الكرة إلى رمية التماس، ممكن أن نعم تأتي الفرصة لصالح نادي العربي، خروج محمد صلاح ودخول اللاعب عمر عبد الله. ثلاث تغييرات نادي العربي
نعم، وهذا هو ثالث تغيير لصالح ناديو مصلال. ذياب حسن العنابي يخرج، ويانيك ساقبو هو البديل، احد ابرز مهاجمين دوري كيو ام بي او حتى في الموسم السابق وفي السنوات السابقه لصالح ناديو مصلال. للامانه شيء يسجل لصالح ناديو مصلال انه حافظ على هذا اللاعب. يعني يكساك وكره بالطول على نادي العربي وعلى فهد خلفان في الكره السابقه، الكره بتعود من جديد، حسام كمال يحاول ولكن كره بتعود لصالح نادي العربي الذي الى الان يبحث عن هدف التعديل، ولكن كره طويله، كرة طويلة مرت على نادي العربي في الكرة السابقة لتذهب الكرة إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح نادي أم مصلال. شوف هنا الإعادة للكرة السابقة، يا سلام على مهارات هذا اللاعب ناصر إبراهيم النصر، ولكن التغطية أتت على أكمل وجه من اللاعب أحمد النحوي. لا زال نادي العربي يتخلف بالنتيجة، لا زال نادي العربي إذا استمرت الأمور على هذا الشكل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، ولكن فرص الأندية المتواجدة في المجموعتين الأولى والثانية أصبحت أكبر وباتت أكبر مع تغيير النظام وقرار تأهل أربعة أفريقيا إلى الدور القادم. في جميع البطولات تشاهد دور مجموعات مغايرة تماما عما يحدث في الادوار المتقدمه، سواء كانت في البطولات الكبيره جدا مثل نهائيات كاس العالم، مثل نهائيات او دوري ابطال اوروبا. دائما ما نشاهد امور تحدث في دور المجموعات وتصبح مغايره ومختلفه جدا في الادوار القادمه والمتقدمه من دور 16 وما بعد. ولكن هنا خطا على نادي العربي وعلى اللاعب علي محمد بزمان في الكره السابقه، بطاقة صفراء أولى على العربي ورابعة في المباراة. عرقلة أتت من اللاعب علي محمد للاعب أوساغونا كريستيان، خطأ لصالح نادي أم مصلال. هلوكا بوناتيج تأكد بأن نتيجة المباراة ذاهبة لصالح نادي أم مصلال، لذلك أخرج مايلسون وفرانكو هورتادو ومحمد صلاح لإراحتهم فيما تبقى من مباريات من بطولة دوري كيو ام بي. أم أنه يثق بكامل اللاعبين المتواجدين في تشكيلته وإعطاء الفرصة للاعبين بتغيير مجرى المباراة، ولا سيما شاهدنا مايلسون وفرانكو ومحمد صلاح ولم تأتي التغييرات حتى في نتيجة المباراة، لذلك جدد الثقة في خط هجوم نادي العربي ليجري تغييرات مثل اللاعب احمد خرفان وعمر عبد الله ومدير عبد ربه في الخطوط الدفاعيه، لذلك تغيير دماء وتجديد دماء لصالح نادي العربي، ولكن تبقى النتيجه هدف مقابل لا شيء الى الان لصالح نادي ام مصلال. ماذا ممكن ان يحدث في اخر 11 دقيقه؟ اخر 11 دقيقه من عمر اللقاء او اخر 10 دقائق، خلاص خلاص بندخل في اخر 10 دقائق من الوقت الاصلي من عمر المباراه والدقيقه 80، وام مصلال لا زال متقدما بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب اسماعيل محمود بهدف اتى في الدقيقه الثانيه والعشرين. كره بتلعب الامام محاوله، لكن التغطيه بتاتي بتعود الكره لصالح نادي العربي. وصل نادي العربي، حاول نادي العربي، استطاع الوصول الى مرمى نادي ام مصلال، ولكن نادي العربي لم يتمكن ولم يوفق في ايصال الكره الى شباك نادي ام مصلال، سواء كان في شوط المباراه الاول او حتى في شوط المباراه الثانيه. لوك مخرج المباراه يبغي لوك، يا لوكا بوناتيتش، وفي الجهه الاخرى المدرب الذي يتقدم بهدف مقابل لا شيء لورينت بانيد. لورينت الى الان يتقدم بهدف مقابل لا شيء، اللاعب او المدرب الذي حاصل على المركز السابع، المركز السابع في بطولة دوري كيو ام بي. نعم، المركز السابع لصالح نادي ام مصلال، بينما الان البحث ياتي في بطولة كاس كيو اس ال عن الصدارة في المجموعة الاولى
أو حتى على أقل تقدير انتصار يضع في الوصافة، ولكن محاولة لكن تصل إلى حارس المرمى. حارس المرمى ساطع عبد الناصر العباسي، كرة بتعود من جديد على محمد، العودة إلى الخلف. الدقائق تمر والثواني تمر، وكل دقيقة أمر وأمر على نادي العربي إلى الآن الذي يعاين الأضرار بالتخلف بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء. كرة بتعود مرة أخرى، عبد الرحمن وليد بيلعب كرة، فهد خلفان بيحاول، فهد خلفان خطير، ولكن كرة بتصطد ولكن بتعود إلى حارس المرمى. باسل زيدان، باسل زيدان، هناك إصابة للاعب فهد خلفان، ولكن أعتقد أن اللاعب قادر على مواصلة الدقائق المتبقية. إن شاء الله سلامات للاعب فهد خلفان، اللاعب الذي قدم مهام دفاعية كانت رائعة في الرواق الأيسر بمركز الظهير الأيسر. هذا هو مهاجم، والآن يحاول تقديم ما هو أفضل من المهام الدفاعية التي كانت في شوط المباراة الأول، ولكن في الناحية الهجومية على أمل العودة في النتيجة وتعديل الأمور في آخر 8 دقائق من الوقت الأصلي من عمر اللقاء. تغطية بتأتي من يوسف رمضان، كرة بتعود للاعب عاطف المولدي، تغطية بتأتي مرة أخرى، ولكن الكرة بتعود إلى رمية تماسي صالح نادي أم صلال. كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي أم صلال، الله على المحاولة في الكرة السابقة. إسماعيل محمود حاول لكن في خطأ، في خطأ على إسماعيل محمود في الكرة السابقة. شوف هنا الإعادة، شوف هنا الإعادة والدفع. نعم خطأ، خطأ، خطأ على اللاعب إسماعيل محمود في الكرة السابقة. خطأ على إسماعيل محمود وخطأ على أوساغونا في الكرة السابقة. إصابة الحارس ساطع العباسي، إن شاء الله سلامات. إن شاء الله سلامات للحارس ساطع العباسي الساقط على أرضية الملعب. إذا استمرت كما ذكرنا الأمور على هذا الشكل، الصدارة ستكون لنادي تحيل، والوصافة لنادي أم صلال في الجولة الأولى هنا من بطولة كأس كيو أسل. ولكن ننتظر في تمام الساعة 8:30 مباراة الغرافة وقطر هنا في هذا الملعب. بعد هذا اللقاء هنا إعادة الهدف الأول الذي أتى والوحيد لصالح نادي أم صلال عن طريق اللاعب إسماعيل محمود، تمريرة للأمانة باغتت دفاع نادي العربي وغلط الدفاع نادي العربي بتمريرة رائعة كانت من محمد السيد أبو بكر لصالح اللاعب إسماعيل محمود في لقطة الهدف. بينما ساطع العباسي حارس مرمى نادي العربي قام بالسلامة، قادر على مواصلة الدقائق المتبقية كما ذكرنا. اللقاء القادم الغرافة وقطر هنا بعد هذا اللقاء، بينما لقاءات الغد في المجموعة الثانية لقاء يجمع بين نادي السد والشحانية والريان والأهلي والسيلية والخور في لقاءات ومنافسات المجموعة الثانية بطولة كأس كيو أسل. بينما لوكا بوناتيتش والخسارة الأولى المتجهة لصالح نادي العربي، ولكن ممكن 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 آخر 5 دقائق، آخر 5 دقائق من الوقت الأصلي تعطي الأفضلية والإضافة أو حتى هدف التعديل لصالح نادي العربي. شوفنا الإعادة للكرة السابقة، خطأ لصالح نادي أم صلال وعلى اللاعب علي محمد في الكرة السابقة. الانتصار بأقل الأضرار إلى الآن نادي أم صلال. كرة بتعود إلى الخلف لحارس المرمى باسل زيدان، كرة بتلعب بالخطأ جاسر يحيى، ولكن الترويض لم يكن بالشكل المطلوب لتذهب الكرة إلى رمية التماس. كرة بتلعب الأمام يانيك ساقبو، بيلعب كرة إسماعيل، إسماعيل وخطأ على إسماعيل في الكرة السابقة، خطأ على إسماعيل صاحب الهدف في الكرة السابقة.
اشتراك بينه وبين اللاعب يوسف رمضان وخطا استفاد من شأنه اللاعب يوسف رمضان. شوفنا الاعتراض بالابتسامه من اللاعب اسماعيل محمود، ولكن قرار خميس المري على وجود خطا لصالح نادي العربي، والكره بتعود مره اخرى فهد خلفان الان فهد خلفان فهد خلفان فهد خلفان بيلعب كره داخل منطقه الجزاء احمد خلفان ابرز كره كانت ممكن ان تحدث في الدقائق الاخيره، ولكن نادي العربي لم يستغلها بالشكل المطلوب. شوف هنا الاعاده مره ومرتين وثلاث واربع، كان بالامكان افضل بكثير مما كان في الكره السابقه، ولكن احمد خلفان لم يسدد بالطريقه اللازمه. احمد خلفان والمحاوله التي ضاعت على نادي العربي، واحده من تلك الفرص العديده التي ضاعت على نادي العربي في لقاء اليوم. تبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء إلى الآن، كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان في الكرة السابقة، ولكن نادي العربي أبى أن يسجل، نادي العربي أبى أن يعدل النتيجة لتبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء لصالح نادي أم صلال. يانيك ساقبو في وسط الميدان، نقل جهة لعب في الجهة اليسرى، كرة بتعود، نعم خطأ 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 على إسماعيل محمود. في كل اشتراك مع يوسف رمضان يعطي خطأ، يوسف رمضان الى الان يتغلب في جميع الاشتراكات. شوف هنا الاعاده للكره السابقه، اوه ماركبت الكره السابقه، ماركبت على رجل اللاعب احمد خلفان بالطريقه اللازمه والتي يجب ان تسدد من خلالها من قبل اللاعب احمد خلفان، ولكن تبقى النتيجه هدف مقابل لا شيء الى الان. هدف مقابل لا شيء الى الان لصالح نادي ام صلال. كرة بتعود من جديد مرة أخرى لصالح نادي العربي، فهد خلفان بيلعب كرة الأمام، يا سلام محاولة خطيرة، يوسف رمضان بيحاول، ولكن حكم المباراة يقول ما فيش كرة بالطول لتخرج الكرة اللي تذهب الكرة إلى ضربة مرمى بعد تغطية كانت رائعة من اللاعب عادل أرحيلي في الكرة الماضية. تغطية هذا المدافع عادل أرحيلي في الكرة الماضية اللي تعود الكرة إلى ضربة مرمى لصالح نادي أم صلال. إسماعيل محمود يحاول، كرة بتعود من جديد، آخر دقيقتين أو دقيقة واحدة من الوقت الأصلي، هل بإمكان نادي العربي أن يعود من جديد؟ نادي العربي الآن يعتمد على الهجمات العكسية السريعة لمباغتة دفاع نادي أم صلال. كرة بتعود بشكل سريع الآن، محاولة خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن طالت الكرة الماضية، لعب كرات طويلة في ظهر مدافعي نادي أم صلال، واحدة من أسلحة نادي العربي في الدقائق والثواني المتبقية، ولكن ضاعت جميع فرص نادي العربي إلى الآن في العودة في النتيجة. تبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء، ثلاث نقاط متجهة لصالح نادي أم صلال هنا في المجموعة الأولى من منافسات كأس كيو اس ال. تحيل وام صلال الفريقين الذين يتجهون الى اول انتصار في الجوله الاولى في النسخه السابعه من بطوله كاس كيو اس ال، وبانتظار ما يمكن ان يحدث مع الغرافه وقطر في اللقاء القادم، صاحب الارض وصاحب البطوله، حامل اللقب وصاحب الارض في لقاء سيكون رائع جدا بين الغرافة وقطر في اللقاء القادم، بينما أربع دقائق إضافية مقدرة من حكم المباراة، ممكن هي الأربع نقاط التي ممكن أن تنقذ نادي العربي من خسارة أولى. محاولة ولكن ضاعت على فهد خلفان وعلى نادي العربي. كرة بتعود من جديد لصالح نادي أم صلال، مرور أول أو الثاني من اللاعب عاطف بن محمد المولدي، عاطف المولدي ممكن تأتي العرضية من إسماعيل محمود، إسماعيل يحافظ على الكرة، إسماعيل محاولة إضاعة أكثر وقت ممكن، إهدار أكثر وقت ممكن لإبقاء النتيجة. عادل السليماني ينقل الكرة ليانيك ساقبو، نادي أم صلال راكد، نادي أم صلال هادي يعلم جيدا
أن الهدوء هو سر القوة التي يمتلكها في لقاء اليوم، والأفضلية التي يمتلكها في لقاء اليوم. هو من ينتصر، هو من يتقدم، هو من يحصل على 3 نقاط إلى الآن. لذلك يجب أن يكون هادئا فيما تبقى من دقائق وثواني من عمر شوط المباراة الثانية. واللقاء كرة بتعود من جديد. يا السلام على المحاولة خطيرة، عادل السليماني الآن يبحث، عادل السليماني لا زال يحافظ على الكرة، تناقل الكرات من قبل لاعبي نادي أم الصلال لإبعاد الكرة أكثر وقت ممكن عن لاعبي النادي العربي الذين باتوا يصلون إلى شباك ومرمى نادي أم الصلال في الثواني الأخيرة. لذلك يجب إبعاد الكرة أكثر وقت ممكن عن لاعبي النادي العربي. ولكن مرت دقيقة ودخلنا في الدقيقة الثانية وبتمر الدقيقة الثانية، والعربي يجب إيجاد الحل بشكل سريع. ولكن خبرة يانيك ساقبو ورفاقه إلى الآن تغلبت على روح الشباب المتواجدين في أرضية الملعب من قبل لاعبي النادي العربي. كرة تلعب الأمام، ولكن تغطية بتأتي إلى حارس المرمى ساطع العباسي، وإبعاد الكرة لتذهب الكرة بتعود لرمي التماس. رمي التماس لصالح نادي أم الصلال، كرة بتعود لصالح نادي العربي. واحدة من آخر الفرص لصالح نادي العربي، فيها خطأ، فيها خطأ لصالح نادي العربي. كرة بتعود الآن بشكل سريع للقلعة الحمراء، البحث عن جاسر يحيى، ولكن التغطية بتأتي من اللاعب عادل الرحيلي، يانيك ساقبو، جواد حناش. العودة إلى الخلف للاعب حسام كمال، تناقل الكرات من قبل لاعبي نادي أم الصلال، وبانتظار الوقت أن يمر والحصول على أول 3 نقاط في بطولة كأس كيو السل. من فريق للأمانة قدم مستويات رائعة بغض النظر عما حصل في لقاء نادي السد من قبل نادي العربي. إلى الآن نادي العربي في المربع الذهبي ب9 نقاط في 4 مباريات ب3 انتصارات وخسارة وحيدة إلى الآن. لذلك العربي يقدم دوري كيو ام بي إلى الآن في أول 4 جولات بطريقة رائعة وبابتداء رائع. للأمانة من زمان ما شفنا نادي العربي بادي هالبداية الرائعة بغض النظر عن نتيجة مباراة نادي السد. هو في المربع الذهبي، خلك من كل شيء، نادي العربي في المربع الذهبي إلى الآن في بطولة دوري كيو ام بي، ولكن في بطولة كأس كيو اسيل إلى الآن آخر الثواني، ثواني وتنتهي أحداث هذه المباراة. يا لوكا بوناتيج، لوكا بوناتيج معصب، لوكا بوناتيج زعلان، ولكن للأمانة لورينت بانيد حصل على أفضلية في شوط المباراة الأول، وإلى الآن لوكا بوناتيج ورفاقه لم يجدوا الحل في لقاء اليوم في 90 دقيقة. إلى الآن في 90 دقيقة نادي أم الصلال نعم هو الذي ينتصر ويحصل على أول 3 نقاط في بطولة كأس كيو اسيل في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بانتظار نتيجة مباراة تحيل والإخراطيات. ألف مبروك لنادي أم الصلال، حظ أوفر للنادي العربي، حظوظ أكبر الآن للأندية الأخرى.